السلام عليكم، معكم منذر من قناة انفينيت جيمنج، واليوم رجعنا لكم يا شباب في لعبة نيد فور سبيد هيتس. بصراحة استمتعت كثير في المقطع الاولاني من الفيديو في هذه اللعبة. اضغط هنا فوق، اعمل لايك، شارك واعمل شير اذا انت ما مسوي كل هذه الامور. خلونا نكمل وما نطول كثير. لعبة هيتس بصراحة لكل محبين السيارات، التزويد، مطاردات وكل هذه الامور راح يحصل في هذا اللعبة، انصحكم فيه. طبعا مثل ما ذكرنا في المقطع الاولاني، هذه اللعبه ممكن تلعب ليل نهار ليل نهار، تختار اللي يناسبك، ولكن انا من محبين لعب الليل فراح اختار ليل. اللي يميز هذه اللعبه يا جماعه مثل ما ذكرنا واجد نقاط ايجابيه، حسنوا كثير تفاصيل السياره، صوت المحرك، دخان من التواير، التزويد نفسه، السباقات، ما يجعل اللعب اكثر حماس. اوكي الحين عندنا سباق، خلونا نروح للسباق. Alright. خلونا نبدأ السباق. يجب لنا جلب بعض النقود. أوكي. حتى في وقت دخول اللعبة يراوكم بعض من الحركات في الموتر، زوايا اللعبة أو زوايا السيارة. يعني هذا كميزة في اللعبة جديدة. عجبني صراحة السيناريو هذا. أوكي. الحين سباق في الليل. لنجلب النقود لتحسين المركبة، فاهمين كيف؟ يعني سباق تقدر تحصل منه فلوس. واو، تحسينات قليلة يجعل المركبة متوحشة. طبعا هذا السباق لازم انك انت تكون الاول قبل ما نوصل 100%، ولكن حاول انك انت تصطدم في أي شيء ما راح يعيق حركة السير، ما عدا اصطدام المركبة راح يعيق السير كثيرا وراح تخسر أكيد، مؤكدا لا حتم في ذلك. وهذا السيارتين الله عليك في وسط الموتر. طبعا عندنا هوندا في الصدارة يحاول اجتيازي ولكن لن يستطيع ولن أجعله. الله عليك، ركبنا النوس، أداء ممتاز، مركبة متماسكة قوية وسريعة. حبيب حبيب أنصحكم أنكم لا، طبعا لازم تدخل داخل هذا البوكسس أساس أنك أنت تكمل باقي السباق، ولا كذا أنت راح تخسر لأنك ما مستوفي الشروط. شوفوا هذا النطة، أعطيها نقزة. الله عليك، اللي يعني شفته لغاية الآن أنه هذا السباقات ما مكثرين في الشرطة، الشرطة ما دائما تحصلهم أمامك، ولكن طبعا هذا السباق unlegal، ممكن انك انت تنمسك. طبعا تصادر المركبة. اوكي، في الصدارة، موجودين في الصدارة، لم يتبقى الا 500 كيلومتر. اسرع اللي هنا، وها هو خط النهاية على وشك الفوز. الله عليك، ربحنا بكل تأكيد، ربحنا بكل تأكيد سباق ولا أسهل في إطار بعض التعديلات في المركبة من نوع النيسان. سباق جميل. أوه ماي جاد، لا تقول عدت المباراة، عدت المباراة. حلو،
اوكي اتوقع هذه مباراة ثانية ولا ايش؟ اوكي اني هاو خلونا خلونا نتمرس في اللعبة. اوه ماي جاد كنت شوي واضيع. لا راع السمك يسوي لي فلايت بعد يسوي لي فلايت ما عجبنا. ممكن تشوف ورا. الله عليك دخلة قوية دخلة جامدة. طبعا شوفوا في شرطة في شرطة امامي كنت اتكلم عنهم الحين ولكن لحسن حظي ومن هذا خطفت وما شافوني. هذا اللي كنت اتكلم عنه من شوية ان الشرطة ممكن تكون في اي لحظة في اي مكان. سو يحتاج انك تكون مركز مصح صح سباق حبيب. اتوقع هذا السباق كان افضل من السباق الماضي. خلونا نعطيها نقزة. يا ولد يا ولد اسمع الكتوف. اوكي عسى هذا المرة ادائي راح تكون افضل من الاداء في السباق الاولاني. وصلنا 75% لم يتبقى الا القليل. طبعا انا تركت المتسابقين بعيد. حبيب حبيب شوفوا شوفوا مسكهم الشرطة مسكهم الشرطة. طبعا هنا كل واحد 500 متر يا شباب كل واحد يعتمد على نفسه لان الموضوع فيه ضرب فلوس. اوكي خط النهاية. اوكي 938 نوت باد نوت باد. مباراة حلوة. الله 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 ريسينج تشالنج. اوكي شوف الباك فاير. طبعا هذا بعض النقاط اللي انت لازم تسويها. خلونا نروح عند هذه المتسابقة انا. خلنا نشوف وش من سباقات عندها. طبعا نحن نحتاج نجمع فلوس على اساس ان نقدر نزود. خلونا نجرب شيء جديد. خلونا نهلك هذا الشرطة شوية. خلونا نشوف مدى قوة النيد فور سبيد في هذا الجزء هيت إذا كانوا الشرطة أقوياء ولا لا. فخلينا ندعم نشوف الشرطة وش اللي ممكن نسوي. Oh my god خوز عني. بحاول أشرد أشوف. Alright شرد منهم. ما حد. Oh my god طبعا ما حصلوني شردت منهم. بصراحة هذا الموسم ما كثير أقوياء مثل ما كنت أتوقع. أوه حصلوني كابس. هذا الكابس قاسي دعم. أحاول أضيع الشرطي ولكن الظاهر أنه هو قوي شوية ماسك معي. ما عليك ما عليك يحاول يدعمني. سوق لن تستطيع لن نستطيع. اوه اثنين صاروا اثنين. الظاهر اني عصبتهم يا شباب. اوكي احاول اضيعهم. اوه غرقنا. على الاقل ضيعنا الشرطه يا شباب.
ضيعنا الشرطة، ما كانوا أقوياء كفاية. أوكي بصراحة أنا يعني كنت أتمنى أنه لو كان عندي سكان كان اللعب بيكون أفضل من كذا بصراحة، يعني أتوقع كان بيكون شيء خيالي لو كان عندي السكان والجير كان ممتاز أكثر. خلونا نشوف هذه. alright اسمع يا ولد اسمع يا ولد. مسكر. اوكي. تعرفوا ليش ما قدرت اشارك؟ لانه انا الحين قوة المركبة عندي 129، هم ريكومندد يحتاجوا الى 140. ما بقدر للاسف اني اشارك ولكن ما يمنع. الله عليك يا حبيب، الله عليك يا حبيب. اوكي طبعا هنا التصليح، هنا يصير التصليح. اوكي خلونا نشوف اذا كان بالامكان نشارك حتى لو كان مش مؤهل. اوكي اوكي يعني ما بيصير. طيب مسكر في لوك. خلونا نشوف اذا كان في سباقات ثانيه ممكن نشاركها. لحظات في طبعا في في ممكن انك انت كبقية الاجزاء ممكن انك انت تشتري بعض ال يعني منازل نفس هذه اللي ظاهرة امامنا. طبعا هذا ممكن انك انت تشتريهم طبعا ليفل ثاني. اتوقع ما اقدر. نجونا، تكسرت السيارة. alright تعال كوبس، تعال. ايوه ما هذا باستد. لا كان بالمسكوري. صاروا معصبين يا شباب، صاروا اقوياء والله. لا 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 لا. احاول انا الهيهم. لا ماي جاد، تم القاء القبض علي ودفعت غرامه. ليش كذا يا دانيال؟ تلفلت. هذا اللعبة تبسكوك تتلفل والله. What a wonderful. Oh my god. رجعوني للجراج من بعد ما مسكوني في الشرطة. ولكن واعطوني مركبة جديدة. Unlock نيسان سيلفيا. Oh my god. أنا من عشاق هذه المركبة يا سارة. طبعا لغاية الآن أنهي الفيديو هذا. أتمنى أن أعجبك، اضغط لايك،
واشترك اذا انت ما مشترك علشان نشوف مدى اعجابكم لهذا اللعبة، عشان انزل باقي المقاطع من هذا اللعبة Need for Speed Heat. الى ان نلتقي في فيديوهات قادمة، سلام.